اهلا وسهلا قناه سامرة الفضائيه، برنامج شرحت الظهيره، وياكم البطل العالمي ومدرب الدولي كابتن الشاب احمد. هواي ناس تسال كابتن عندنا لحم يصير بالظهر، نحكيها بالعاميه احسن عم توصل للمشاهد او المشاهده. الظهر هواي يصير به دهون، هواي يصير به تكلس للدهون، ليش؟ انه احنا كل ما ناكل كل ما يصير عندنا دهن، ما شاء الله احنا الشعب العراقي اختصاص بالاكل الدهون. شلون نتخلص من هذا الشيء؟ نقدر ناخذه بالبكره. البكره صحيح هو اتجاه واحد، بس احنا نقدر ناخذه اكثر من زاويه. اليوم راح ناخذ للظهر. تحديدا المنطقه تكون الدفات احنا نسميها بلعبه كمال اجسام، راح نشغلها وراح ناخذ بالمثلث اسفل المثلث، يعني اسفل الحافه مالته اكثر من حركه. راح ناخذ اربع مجاميع، 4×15، وزن خفيف. تعالوا انا خلينا نشوفكم شلون تقدر ناخذه بالصوره الصحيحه 100%. نجي على الجهاز بمثل تعيار، ناخذه بالاتجاه الصحيح. اول سياك لازم يكون وزن خفيف، ليش؟ نتجنب بها الاصابه ونخلي العضله يعني تستوعب العضله بانه هي راح تتمرن هذا التمرين شلون تاخذه. وزن خفيف كلش راح ناخذه. نجي راح ناخذه واسع اول شيء. واحد اثنين. هواي ناس من تاخذ هذا شو تسوي؟ راح تاخذه نزله هيش وين؟ للظهر. هذا خطا 100%، تعرضك للاصابه وما نقدر نتمرن وراها بعدين اي رياضه، ولا مو بس لعبه كمال اجسام ولا اي رياضه نريد نحن نستخدمها. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. ثلاثة أربعة خمسة، نخليه يصير إلى نصف الرأس، يعني هنا بداية الرأس من فوق، يعني خلينا نقول لو حتى نزلنا للنص ما بي أي إشكال، بس دائما كل بين سيت وسيت نرجع نوقف ناخذ استقامة، ناخذ شوية تمطية للعضلات. شتي تاخذ مثل تاخذ بها نشر أمامي، تقدر تنحني شوية هيك شيء ما بي أي إشكال. قلنا بين كل سيت وسيت تقريبا دقيقه، اقل الدقيقه نشرب مي نقدر نرجع مره ثانيه نتمرن. هسه هذا كان التمرين الاول. ايش راح نسوي؟ نشتغل زاويه ثانيه بنفس البكره وبنفس الوزن بس باتجاه ثاني، راح ناخذه ضيق هيك. اربع مجاميع، 4×15 نفس الحاله. للمبتدئ يكون 4×15 بس وزن خفيف. المتقدم نقدر ناخذه وزن اعلى بس شويه تكرارات تكون اقل. واحد اثنين ثلاثه اربعه. دائما من تيجي تتمرن هيش تمارين خلي بالك يم التمرين، مو مثل الناس تتمرن ها انا ما راح يضل لي وقت واني محتاج وقت اكثر، هو كل التمرين تقريبا نحصره من 45 دقيقة إلى ساعة تقريبا، كل ما يكون أقل كل ما يكون أفضل. تحياتي لكم كابتن الشاب أحمد، لاعب منتخب وطني ومدرب دولي.